وبركاته. أحييكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان على هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد حفظه الله ورعاه، وكل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم المتواصل، على هذا الدعم اللامحدود لهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة. في هذا اليوم، في أول أيام فئة الحقائق، وفي رابع أيام هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد، انطلق على بركة الله وتوفيقه أول أشواط هذا الصباح. الشوط الرئيسي للإبكار الحقائق مسافة 3 كيلومترات، أتقدم مباشرة مع أول المراكز، مع كيف يا كيف وسعد بن حمد بن فهيد الفهيد المري، من يقدم لنا كيف. المركز الثاني هنالك مكلف وراشد بن سالم بن محمد الغيثاني المري، من يقدم لنا مكلف. المركز الثالث أرى وتابع شودة وعبد العزيز بن حمد بن علي الربيعان، من يقدم لنا شودة مع المركز الثالث. ورابع المراكز هنالك وداع ومسفر بن محمد بن زومان آل مرسان الهاجري، من يتقدم مع المركز الرابع. والمركز الخامس أرى الوصول، أرى الحضور من الحذرة ومحمد بن علوش بن راجس الدوسري هو القادم مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى من غيرت، إلى من تسللت، إلى من انطلقت. مكلفة مكلفة يا راشد، يا بن سالم، يا بن محمد، يا الغيثاني، يا المري، ولكن عادت، عادت كيف 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 كيف، وياهو من كيف، ياهو من كيف. هذا الشوط، الشوط الرئيسي بالتأكيد له طعم آخر، له طعم آخر. يا راعي كيف، يا سعد، يا بن حمد، يا بن فهيد، يا المري، من يقدم لنا كيف. كيف مع المركز الأول، مكلفة مع المركز الثاني، وثالثا أرى الوصول، أرى القدوم من التلة، وعلي بن ناصر بن جابر الغفراني المري هو القادم مع المركز الثالث. ولكن وين وصلنا يا أخواني، وين وصلنا يا أخواني؟ الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، يا كيلو ما بعد كيلو. ولكن كيف، ما زالت مع المركز الأول، ما زالت مع مقدمة الشوط، ترقص طرب على مقدمة الشوط على أرضية هذا الميدان، ميدان الطايف، عروس المصايف. وكيف مع المركز الأول مع مقدمة الشوط انطلقت كيف، والعصب طان، العصب طان، يا سعد، يا بن حمد، يا بن فهيد، يا المري. وأيضا هنا بدأ الحضور ووصلت مع المركز الثاني من تسللت التلة، وعلي بن ناصر بن جابر المري، وأيضا وصلت في هذه اللحظات الحذرة محمد بن علوش بن راجس الدوسري. ولكن كيف، والعصاقوس كيف مع المركز الأول، وبدأت تقترب، بدأت تقترب الحذرة، وحذاري، حذاري من الحذرة. ولكن كيف، كيف والحذرة، الحذرة وكيف. أول أشواط هذا الصباح، وين بيروح، وين بيروح يا راعي كيف. كيف مع المركز الأول، الحذرة وصلت مع المركز الثاني، الأمتار الأخيرة. الله 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 على هذا الشوط، الله يا هي أمتار. ولكن الدوسرية، 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 محمد بن علوش بن راجس الدوسرية غادر مع الحذرة، الحذرة مع الشوط الرئيسي. والسلامات إلى وادي الدواسر، إلى وادي الدواسر، ومحمد بن علوش بن راجس الدوسري يذهب ويظفر بهذا الانتصار، ويقدم الأداء المميز في أول الأشواط الصباحية. واسعد الله صباحك بكل خير يا الدوسري على هذا الإبداع. المركز الثاني وصلت في نوفا، وسعد بن سالم بن علي المري المركز الثالث. وصلت كيف وسعد بن حمد بن فهيد المري المركز الرابع،
وصلت في المركز الرابع التلة وعلي بن ناصر بن جابر المري المركز الخامس. المركز الخامس وصلت فيها الصغيرة وحمد بن علي بن محمد آل منجم. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا وألف ألف مبروك لمالك الحذرة محمد بن علوش بالراجس الدوسري على هذا الفوز والانتصار المستحق. التوقيت الزمني 4:36.62 جزءا من الثانية. المركز الثاني وصلت في نوفا وسعد بن سالم بن علي المري 4:40.03 من الثانية. المركز الثالث وصلت في كيف وسعد بن حمد بن فهد المري 4:40.43 جزءا من الثانية. المركز الرابع